Boom! Hello, everyone. Habib Albi, great too. Let's continue Connect Plus first term. هنا شباب non-fiction reader هناخد معلومات من الدرس ده بس. اوكي؟ مش هنحفظ كلمات مش هن, فيه ولا حاجة. هنكتبها بس كده ونتعرف عليها. Animals in the wild. Animals in the wild. حيوانات في البرية. Animals in the wild. تعالوا نشوف كده بنقرأ الانيمالز دي ازاي. Caterpillar. Cater. بص بقول ازاي. Caterpillar. 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 Chameleon. بص بننطق الحرباية ازاي. Chameleon. 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 يلا نقولها تاني. Chameleon. Lizard. Lizard. يلا نقرأهم كمان مرة. Caterpillar. Caterpillar. Chameleon. Chameleon. Lizard. Gecko. البرص ده اسمه ايه؟ Gecko. 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 Snake. Snake. Octopus. Octopus. Butterfly. 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 البومة اسمها owl. Owl. هقراهم كلهم تاني. Animals in the wild. Caterpillar. Chameleon. Lizard. Gecko. Snake. Butterfly. Owl. Octopus. هنتعرف عن معلومات كده عن animals in the wild. الحيوانات في البرية. Animals in the wild sometimes need to hide. يا عبد الرحمن الحيوانات اللي عايشة في البرية دي أحيانا بتحتاج إن هي تستخبى. They often need to find food and water. غالبا بيحتاجوا إن هم يدوروا على الطعام بتاعهم والمية. Animals can do some very clever things. الحيوانات ممكن تعمل some very clever things. بعض الحيل الجميلة جدا. يلا شباب نقرأ كده مع بعض. Camouflage. Camouflage. دي من الحيل اللي بتستخدمها الانيمالز الحيوانات اللي هي camouflage. Camouflage. Camouflage اللي هو التمويه. بيعملوا تمويه كده علشان ايه؟ يخدعوا الحيوانات التانية ما تفترسهمش. Can you see the owl in this tree? هل انت شايف البومة اللي في الشجرة دي؟ It isn't easy to see. مش سهل قوي ان انت تشوفها. The owl's feathers are brown and gray. الريش بتاع البومة بيبقى لونه بني ورمادي. The tree is brown and gray too. والشجرة كمان لونها بني ورمادي. The owl looks for food at night. البومة بتطلع تدور على الطعام بتاعها بالليل. In the day, بالنهار بقى, it hides in a tree and sleeps. بتستخبى في الشجر دي وتنام. فهنا بتعمل camouflage, تمويه ان هي تبع الشجر عشان محدش يجي ايه يفترسها. The lizard looks like a leaf. لو بصينا على السقلية هنا هنلاقيها بيبدو شكلها كأنها ورقة شجر. Okay? It is a gecko. Gecko قلنا اللي هو البرص. It is brown and green. يبقى لونه بني واخضر. It lives in the forest. بيعيش في الغابة. It eats insects. وبياكل الحشرات. Owls and snakes eat the gecko. البوم والتعابين بياكلوا جيكو البرص. The gecko hides in plants and trees. فالبرص ده بيستخبى فين بقى؟ في plants and trees, في النباتات والأشجار. Some butterflies hide on trees. بعض الفراشات بتستخبى في الأشجار.
This butterfly, الفراشة اللي قدامنا في الصورة دي, has wings the same color as the tree. الجناحات بتاعتها نفس لون الشجرة, لدرجة ان انت مش قادر تشوف الفراشة من الشجرة. This butterfly has circles on its wings. الفراشة اللي قدامنا دي عندها circles, دوائر, on its wings, على الجناحات بتاعتها. These look like eyes. الدوائر دي عاملة زي العيون, كأنها عيون. Other animals think the butterfly is big and dangerous. لما بيشوفوها الحيوانات التانية بيفتكروا ان الدوائر دي عيون وان دي حيوان كبير وايه وخطير, فبيبعدوا عنها بقى. This is a caterpillar. دي دودة. These big eyes aren't real. العيون الكبيرة اللي انت شايفها دي مش حقيقية. The caterpillar has them on its head, so other animals don't eat it. هي عندها العيون اللي فوق دي كده, دي مش عيون حقيقية, دي بس بتستخدمهم كده كتمويه عشان الحيوانات التانية ما ياكلوهاش. They think it is a snake, عشان يفتكروها تعبان. This octopus is hiding on the bottom of the sea. الاخطبوط ده مستخبي في قاع البحر. Some animals want to eat the octopus. بعض الحيوانات بيكونوا عايزين ياكلوا الاخطبوط. The octopus wants to find food to eat. هو كمان عايز يدور على اكل علشان ياكله. It changes color on its head, body and legs. بيغير لونه في لون راسه ولون جسمه ولون رجليه, so other animals can't see it, علشان الحيوانات التانية ما تقدرش تشوفه وتفترسه. This is a chameleon. This is a chameleon. ننطقها كده. This is a chameleon. يلا نقول يا شباب. This is a chameleon. قلنا chameleon اللي هي الحرباية. It can change color, بتقدر تغير لونها. It doesn't do this to hide, ما بتعملش كده عشان تستخبى. It does this when it is hot or cold, بتعمل كده لما تكون بردانة أو حرانة. It sometimes changes color to show another chameleon how it is feeling. في لغة خاصة كده بين الحربايات دي, ممكن تلاقي حرباية بتغير لونها عشان تنبه حرباية تانية هي حاسة بإيه. هنبدأ بقى في unit 4, into space, في الفضاء, into space. What is the solar system? ما هي المجموعة الشمسية؟ What is the solar system? هنا هنشوف the solar system. يلا ننطقها. The solar system. يلا كلنا نقول the solar system. The solar system اللي هي المجموعة الشمسية. وكمان هناخد ordinal numbers. Ordinal numbers اللي هي الأعداد الترتيبية. تعالوا نقرأ الأعداد الترتيبية كده مع بعض. First. الأول. بص ضم بقك في الـ IR كده. قول first. First. كلنا نقول يا فريدة. First. First. Second. Second. Third. اطلع لساني في الثاء واضم بقي في الاي ار واقول third. Third. برافو. Fourth. Fourth. Fifth. Fifth. Sixth. Sixth. Seventh. Seventh. Eighth. يلا نقرأ الـ ordinal numbers تاني. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. طيب تعالوا أعرفكم يا شباب معلومات عن ordinal numbers, الأعداد الترتيبية دي. الأول قلنا بنسميه إيه؟ First. First.
بص ساعات بنيجي نختصر كلمة فيرست دي، الاختصار بتاعها بيتعمل ازاي يا عبد الرحمن؟ بتروح كاتب 1 وتاخد اخر حرفين دول تحطهم هنا، يبقى دي اسمها فيرست زي دي بالظبط، ده الاختصار بتاعها. اسمها ايه بقى؟ فيرست، الاول. طب التاني اسمه ايه؟ سكند. سكند نختصرها ازاي سكند دي؟ نروح كاتبين نمبر 2 واخدين اخر حرفين من هنا ونقول سكند. سكند التالت ثيرد. ثيرد ثيرد اه بنختصرها كده، نعمل 3 وناخد اخر حرفين ونقول ثيرد. ثيرد فيرست سكند ثيرد. الرابع بقى فورث. فورث وهنختصر كده، نعمل نمبر 4 وناخد اخر حرفين وننطق فورث. فيفث. فيفث فيفث هناخد نمبر 5 ونحط له تي اتش ونقول فيفث. سيكث. سيكث ناخد نمبر 6 ونحط جنبه تي اتش ونقول سيكث. السابع نقول سيفنث. سيفنث بنختصرها كده، نعمل نمبر 7 ونحط جنبه تي اتش ونقول سيفنث. اخر واحده الثامن بنقولها ازاي؟ ايث. ايث ايث ونختصرها كده بنمبر 8 وجنبه تي اتش ونقول ايث. يبقى دي اوردينال نمبرز او الاعداد الترتيبيه من الاول للثامن. يلا بينا نقراهم مره كمان. فيرست سكند ثيرد فورث فيفث سيكث سيفنث ايث. تعالوا بقى نقرا planets الكواكب، وركز معايا لازم نعرف نقرا البلانتس صح جدا. اقرا معايا بقى ميركوري. ميركوري بعمل ازاي في اليو ار؟ اضم بقي كده اقول ميركوري. ميركوري فينوس. فينوس فينوس ايرث. ايرث ايرث مارس. مارس جوبيتر. جوبيتر ضم بقك في الاي ار كده. جوبيتر ساترن. اليو ار اضم بقي فيها كده ساترن. ساترن يورينس. يورينس نبتون. نبتون لازم نقرا البلانتس صح جدا، نقراهم تاني. ميركوري ممكن اقولها كده وممكن اقول ميركوري. يلا شباب يلا اقري معايا بوسي. ميركوري. ميركوري يلا يا سيف. ميركوري فينوس. فينوس فينوس ايرث. ايرث مارس ممكن ما ننطقش الار خالص ونقول مارس. مارس جوبيتر. جوبيتر ساترن. ساترن يورينس. يورينس نبتون. نبتون يلا اخر مره واشوف الناس وهم بيقروا بقى. الشطار كده يا مالك كلنا نركز ونقول عشان هقريكوا واحد واحد. ميركوري. ميركوري. ميركوري فينوس. فينوس فينوس ايرث. ايرث مارس.
مارس، جوبيتر، جوبيتر، ساترن، ساترن، يورينوس، يورينوس، نبتون، نبتون. واو، ذيس از اميزنج. الولد ده بيقول لنا ده ريدنج، طبعا هتسجله وتبعته لي. الولد البنوته هنا بتقول ايه؟ واو ذيس از اميزنج، دي حاجه مدهشه. The planets are very big. The planets are very big. الكواكب كبيرة جدا. The sun is bigger than all the planets. يا جنى، the sun is bigger than all the planets. الشمس أكبر من كل الكواكب. Look, the earth. نقول إيه؟ The earth. علشان بتبدأ بفاول نقول the. The earth is blue and green. The earth is blue and green. كوكبنا كوكب الأرض blue and green. Blue أزرق علشان water البحار والمحيطات. Green علشان trees and green spaces الأشجار والمساحات الخضراء اللي فيه. يبقى look the earth is blue and green. Jupiter is brown and gray. جوبيتر اللي هو كوكب المشتري ده أكبر كوكب. It's the biggest planet. It's brown and gray. جوبيتر يا بوسي، جوبيتر is brown and gray. And Mars is red. Mars is red. كوكب المريخ red لونه أحمر. Mars is the fourth planet from the sun. كوكب المريخ هو كوكب الرابع من اتجاه الشمس. Mars is the fourth planet from the sun. Jupiter is the fifth planet from the sun. Jupiter كوكب المشتري is the fifth planet from the sun أو الكوكب الخامس من اتجاه الشمس. Saturn, Saturn اللي هو كوكب زحل. Saturn is the sixth planet from the sun. ده الكوكب السادس من اتجاه الشمس. بصوا شباب، لازم في معلومات نعرفها زي الجملة دي كده. جملة مهمة قوي بتقول there are eight planets in the solar system. يوجد 8 كواكب في المجموعة الشمسية. There are eight planets in the solar system. There are eight planets in the solar system. يوجد 8 كواكب في المجموعة الشمسية. There are 8 planets in the solar system. نبص كده ونقول the first planet from the sun is Mercury. Mercury اللي هو كوكب عطارد. The second planet from the sun is Venus. Venus اللي هو كوكب الزهرة. The third planet from the sun is Earth. Earth. We live on Earth. We live on Earth. احنا عايشين على كوكب الأرض ده. The third planet from the sun. The fourth planet from the sun is Mars. Mars. كوكب المريخ. The fifth and the biggest planet, كوكب الخامس والأكبر حجما is Jupiter. Jupiter. The sixth planet from the sun is Saturn. كوكب زحل اللي حواليه الحلقات ده اسمه Saturn. Saturn. The seventh planet, الكوكب السابع from the sun is Uranus. Uranus. The eighth planet, الكوكب الثامن is Neptune. Neptune. يبقى the first planet is Mercury. The second planet is Venus. The third planet is Earth. The fourth planet is Mars. The fifth planet is Jupiter. The sixth planet is Saturn.
The seventh planet is Uranus. The eighth planet is Neptune. آخر مرة أقرأهم: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. ودينا المعلومات المهمة إن the planets are very big, الكواكب كبيرة جدا, لكن the sun is bigger than all the planets, الشمس أكبر من كل الكواكب. Look, the earth is blue and green, كوكب الأرض لونه أزرق وأخضر. Jupiter is brown and gray, المشتري أكبر الكواكب لونه بني ورمادي. And Mars is red, وكوكب المريخ أحمر. Mars is the fourth planet from the sun. Jupiter is the fifth planet from the sun. Saturn is the sixth planet from the sun. Let's do the activities. فضل يا مرام, read number one. برافو عليكي. The planets are very big, الكواكب كبيرة جدا, بدي number one. فضل يا جانا, number two. Mars is red, كوكب المريخ لونه أحمر. Mars is red. Number three, إيري يا بوسي. The earth is blue and green. The earth is blue and green, كوكب الأرض أزرق وأخضر. يلا بينا إلين. Jupiter is brown. Jupiter is brown, كوكب المشتري لونه براون بني. قول يا جنى, what's the missing letter in sun? U, sun. قول يا حلا, planets. N. يا مازن, mercury. Mer, Q, U, mercury, mercury. Saturn, قول يا حمد. A, Saturn. يبقى هنا sun, planets, mercury, Saturn. فريدة, could you spell planets? P, L, A, N, E, T, S. ننطقها بقى, planets. Thank you. يلا مازن, could you spell mercury? كواكب بتتكتب بحرف كابيتال في البداية طبعا. M, mer, M E R C U R Y. ننطقها بقى ونقول mercury, mercury. Okay, يلا بينا حمزة, could you spell Mars? M A R S. ونقول Mars. يبقى خدنا planets, mercury, Mars. محمد حسام, could you spell Earth? E A R T H. ننطقها Earth, Earth. يلا ميزو. Saturn, Saturn. S A T U R N. برافو. وننطقها بقى Saturn, Saturn. يلا بينا, فضل عبد الرحمن. Uranus, U Uray, Ray, R A, Nus, زي بس, N U S, Uranus, Uranus. يبقى أنا أخذت هنا Earth, Saturn, Uranus. مالك, the planets are very small, tall, big. Good job, the planets are very big. سيف, the earth, the sun, the venus,
is bigger than all the planets. Good job. The sun is bigger than all the planets. الشمس أكبر من كل الكواكب. لازم نعرف أن the sun is a star. الشمس ده نجم مش كوكب. The sun is a star. فضل يا حمزة. Mercury, Jupiter, the earth is blue and green. Yes. Good job. The earth is blue and green. كوكب الأرض أزرق وأخضر. يا حلا. Mars is red, purple, black. Mars is red. كوكب المريخ لونه أحمر. برافو. يلا إلين. The sun, Jupiter, Mars is brown and gray. احنا قلنا Mars is red. With the sun is yellow. يبقى مين اللي لونه brown and gray? Jupiter. Jupiter is brown and gray. يلا بوسي. Mars, Saturn, Venus is the second planet from the sun. Venus is the second planet from the sun. أول واحد the first Mercury وبعدين the second Venus. هنرتب الجملة دي. قول يا مرام. The planets are very big. الكواكب كبيرة جدا. The planets are very big. برافو مرام. The planets are very big. الكواكب كبيرة جدا. The planets are very big. The planets are very big. Number two. رتب أمازن. Mercury is the first planet. هو الكوكب الأول. Mercury is the first planet. هو أول الكواكب. Mercury is the first planet. Mercury is the first planet. يلا حمزة. حمزة حازم. The planets are. برافو عليك. The planets are very big. الكواكب كبيرة جدا. يلا ميزو. Neptune is the. آخر واحد. Neptune الثامن. يبقى نقول Neptune is the eighth planet from the sun. الكوكب الثامن من اتجاه الشمس. يبقى Neptune is the eighth planet from the sun. محمد حسام. Jupiter is brown and gray. Jupiter is brown and gray. المشتري لونه بني ورمادي. فضل أبودي. The sun. برافو عليك. The sun is bigger than all the planets. الشمس أكبر من كل الكواكب. The sun is bigger than all the planets. نعمل كوبي للجملة دي كده. Jupiter is the fifth planet. Jupiter اللي هو كوكب المشتري. Jupiter is the fifth planet. هو الكوكب الخامس. يا شبابنا الحلوين. Open your notebook. افتح النوتبوك بتاعتك واكتب معايا الجمل دي. هنقول There are eight planets in the solar system. يوجد 8 كواكب في المجموعة الشمسية. There are 8 planets in the solar system. There are 8 planets in the solar system. يوجد 8 كواكب في المجموعة الشمسية. There are 8 planets in the solar system. هنقول إن الكواكب كبيرة جدا. The planets are very big.
The planets are very big. The planets are very big. الكواكب كبيرة جدا. هنيجي بقى نقول جملة إن الشمس أكبر من كل الكواكب. Number three. The sun is bigger than all the planets. The sun is bigger than all the planets. الشمس أكبر من كل الكواكب. The sun is bigger than all the planets. نقول ألوان الكواكب اللي احنا عارفينها. هنقول Mars is red. كوكب المريخ لونه أحمر. Mars is red. فقلنا there are 8 planets in the solar system. The planets are very big. The sun is bigger than all the planets. Mars is red. نقول number 5 عن Jupiter. Jupiter is brown and gray. كوكب المشترى. Jupiter is brown and gray. لونه بني ورمادي. Jupiter is brown and gray. وبعدين كوكبنا بقى كوكب الأرض. The earth is blue and green. 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 نبدأ بقى ناخد الكواكب واحد واحد كده. هنقول the first planet from the sun. The first planet from the sun. أول كوكب من اتجاه الشمس. The first planet from the sun is اسمه ايه؟ Mercury. Mercury كوكب عطارد. نقول الثاني. The second planet from the sun. الكوكب الثاني من اتجاه الشمس. The second planet. The second planet from the sun is Venus. Venus كوكب الزهرة. نقول الثالث بقى. The third planet from the sun. الكوكب الثالث من اتجاه الشمس. The third planet from the sun is the earth. كوكب الأرض. Number 10. هنقول الكوكب الرابع. The fourth planet from the sun. مين الكوكب الرابع يا شباب؟ The fourth planet from the sun. مين شاطر يقول لي the fourth planet from the sun is مين؟ Mars. كوكب المريخ. Mars. نروح للكوكب الخامس فهنقول the fifth planet from the sun. The fifth planet from the sun is Jupiter. Jupiter. زي ما اتفقنا لازم نبدأ بحرف capital في planets. Jupiter. قلنا الخامس
نروح للسادس. هنقول the sixth planet from the sun. The sixth planet from the sun. The sixth planet from the sun is Saturn. كوكب زحل. Saturn. Saturn. هنيجي نقول السابع بقى. هنقول the seventh planet from the sun. The seventh planet from the sun is Uranus. Uranus. آخر واحد هنقول the eighth. The eighth planet. The eighth planet from the sun. The eighth planet from the sun is Neptune. 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 دي اهم الجمل اللي درسناها في سولار سيستم المجموعة الشمسية، وبرضو هبعتها لكم على الجروب علشان كل الناس يكونوا كاتبينها في النوت بوك. واشوفكم السيشن الجاي على خير ان شاء الله. Thank you and goodbye. I love you.